رحيم أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، انطلاقات الفترة المسائية الخاصة بهجن أصحاب السمو والشيوخ في سن الحول والزمول تتواصل بانطلاقات هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا اليوم. شوطنا 13 يندفع وينطلق حاملا الزمول المهجنات في طياته وفي تواجد هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة. نتمنى التوفيق لهم في هذه الرحلة من مسافة 6 كيلومترات المحددة في اليوم الخاص بأشواط السرعة. بداية في هذه اللحظات يتواجد رداد. رداد على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعيد بن سالم الينيبي في المتابعة والتضمير، يليه في المركز الثاني لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، سري بن سالم بالعرض الحميري في المتابعة، يليهم مباشرة شعار العاصفة بتواجد شاهين حمد بن راشد بن حمد بن غدير يضمر المركز الرابع، شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم يتواجد ويندفع على المركز الرابع معطش، والمضمر سعيد بن حزيم المركز الخامس، تواجد المركز الخامس عنيد لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي على عملية التضمير، يليهن المركز السادس وجود شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع صوغان سهيل بن مبارك بن مرخان هو المضمر المركز السابع. هذا المركز السابع شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، عامر بن دعفوس في التضمير مع صوغان على المركز الثامن. المركز التاسع شاهين على المركز التاسع لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، سعد بن طالب بن شرين في المتابعة. المركز العاشر، المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سيف بن أحمد بن خريدة في المتابعة. هذا النداء الأول على حضراتكم كاملة مكملة، أسماء الزمول المندفعة، أسماء زمول المستقبل وفحول الناموس، هذه الأسماء المشاركة، هذه الزمول المحليات التي تندفع وتنطلق في مرموم 2013 باحثة عن تحقيق نقطة تعتبر ختامية في المرموم، تعتبر ختامية بالنسبة للزمول المحليات في هذا اليوم مع أشواط السرعة. يا سلام. إذا عودة إلى مجريات الشوط، إلى مقدمته، إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، يحمل المقدمة والصدارة معطش على مقدمة الشوط لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، سعيد بن حزيم على عملية التضمير، يليه في المركز الثاني رداع هنا المتواجد لسمو الشيخ حمدان بن راشد، سعيد بن سالم الينيبي في المتابعة يتابع هذا الانطلاق، الينيبي يتابع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث هنا يتواجد ثالثا لمح البصر لسمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، سري بن سالم بالعرطي الحميري الخبرة في التضمير، الأستاذ الكبير الذي سجل الحروف من ذهب مع هذا الشعار في هذا العالم الساحر. يا سلام، سري بالعرطي الحميري. المركز الرابع صوغان على المركز الرابع، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عامر بن دعفوس المنصوري في المتابعة، تدخل في هذه اللحظة من المركز الرابع على المركز الخامس هنا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خليفة بن سالم بن صقعة هو كابتن المضمرين كما أطلق عليه من قبل زملائنا المعلقين، هنا يتواجد في المركز الخامس مع هذا الاسم. المركز السادس، المركز السادس وجود عنيد لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان المزروعي. المركز السابع، المركز السابع صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سهيل بن مبارك
بن مرخان، وثامنا من تنتقل إلى المركز السابع شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، مع الثاقب سعد بن طالب إشريم المري المركز الثامن. هنا يصل شكلان في أول نداء لشكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان المركز التاسع، وجود شعار الرئاسة في أول نداء أيضا ظهور هذه الأسماء هنا بعد انتصاف المسافة. صوغان بشعار الرئاسة، عيسى بن أحمد بن الخيلي المركز العاشر، المركز العاشر متعود على المركز العاشر لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم آل مكتوم. سلطان بن سيف المقبالي في المتابعة، ختام النداء يختم متعود النداء الثاني بالنسبة لجولتنا في ندائنا الثاني مع هذه الأسماء. يا سلام، لا يعني هذا انحصار هذه الأسماء، بل هناك أسماء قوية حاضرة بعد المراكز العشرة ستدخل في الوقت المناسب بالنسبة لحصد الناموس هناك في الكيلو الأخير. نتمنى التوفيق لهم، نتمنى التوفيق لكل المشاركين من هجني أصحاب السمو الشيوخ المشاركين في المرموم 2013 يوم الغد. سنتابع إن شاء الله في مسافة 8 كيلومترات والرموز بالنسبة لسن الحول في صباح يوم الغد. سنتابع الأشواط الخاصة بهجني أبناء القبائل والفترة المسائية، سنتابع أيضا أصحاب السمو الشيوخ في متعة مميزة أيضا من مقسم برج خليفة. يا سلام، الله المقدمة في هذه اللحظة، المقدمة معطش على مقدمة الشوط، ينطلق في هذه اللحظة في مقدمة الشوط، يتصدر الأسماء، يندفع، ينطلق في ثقة كبيرة، في ثقة كبيرة من مضمرة سعيد بن حزيم يحمل شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، حاملا لواء الصدارة، حاملا الصدارة في هذه اللحظة باتجاه مستقيم إلى خط النهاية، يبحث عن تحقيق الهدف في هذا الموقع وفي هذا الموسم. يا سلام، المركز الثاني، وجود صوغان أيضا على المركز الثاني اللي نتمنى له التوفيق في هذه اللحظة على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. عامر بن دعفوس المنصوري هو المتابع المركز الثالث، من وصل في ثالث المراكز شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خليفة بن سالم بن صقعة. وهنا التغيير من شعار الرئاسة مع صوغان عيسى بن أحمد الخيالي المتابع والمضمر، ووصل شعار العاصفة ينطلق في هذه اللحظة مع شاهين أيضا واثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير، ووصل أيضا شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود مع سعد بن طالب بن شريم على مستوى المركز الخامس. إذا المراكز الخمسة على حضراتكم، افتتحنا وتعدينا لوحة الكيلو 200، لوحة الألف ومئتين تعديناها، يعني افتتحنا الكيلومتر الأخير يا بن حزيم، الكيلومتر الأخير عن الناموس، عن الناموس، عن الناموس. يا سلام، معطش على مقدمة الشوط، انطلاقة مميزة لهذا الاسم لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ولكن الخطر وصل مع المركز الثاني، شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم مع صوغان على مستوى المركز الثالث، والخطورة قادمة من شعار الرئاسة، الخطورة يا بن حزيف من شعار الرئاسة القادم للصدارة في هذه اللحظة مع صوغان عيسى بن أحمد الخيالي. تجاوز في هذه اللحظة شعار كبير، شعار يحمل شعار الرئاسة، يحمل انطلاقة مميزة لهذا الشعار مع الدماء الصغنية اللي تسللت وانطلقت في هذه اللحظة إلى مقدمة الشوط. تهانينا من هذه اللحظة أزفها عبر الأقمار الاصطناعية لهجن الرئاسة هنا مع فوز صوغان بالمركز الأول وحصوله على الناموس في شوط الزمول المحلية. تهانينا أيضا للمضمر عيسى بن أحمد الخيلي الفائز والمتابع لانطلاقة صوغان، تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز المميز في هذا المساء. المركز الثاني صوغان على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. المركز الثالث شاهين لهجن العاصفة. المركز الرابع
معطش لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم المركز الخامس، وصل منجز لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز اللي حقق مع صوغان. أهني مضمر سعيد أو عيسى بن أحمد الخيلي، هذا هو صوغان لحظة وصوله إلى خط النهاية، 10 دقائق 4 ثواني، 4 أجزاء من الثانية هو التوقيت اللي سجل مع هذا الاسم. تهانينا والناموس لهجن الرياسة. المركز الثاني، المركز الثاني وصل صوغان على ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. عامر بن دعفوس المنصوري هو المتابع لهذا الاسم، 10 دقائق 7 ثواني، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، من وصل في ثالث المراكز، شاهين لهجن العاصفة، 10 دقائق 9 ثواني، جزءا واحدا من الثانية. أهني هجن العاصفة، أهني حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تهانينا والناموس.